دعونا نقدم تصفيقا حارا لربنا يسوع. هناك تحذير هام في الكتاب المقدس. أود أن أبدأ خدمتنا هذه من خلاله. أريد أن أشارككم بهذا ليبقى في ذاكرتكم. ربما البعض منكم يتولى أول مرة مسؤولية انتهار اللعنات، لأنكم بالحقيقة مسؤولون عن ذلك. فكل الأمور السيئة التي تحدث في حياتكم، فبدلاً من قبول اللعنة والتأقلم معها، عليكم أن تتمسكوا ببركة الله. لنفتح معاً على المزمور 109، حيث يحذرنا الرب، يكلمنا الكاتب من خلال الروح القدس. فالكثيرون لا يعيرون انتباهاً لهذا، بل يضمرون الشر لجيرانهم، ينتظرون سقوط الآخرين من أجل أن يقولوا لاحقاً: ألم أقل لك ذلك؟ لقد عرفت ماذا سيحدث لك، كنت أعلم أن هذا الشخص سيء. ما لا يعلمه هؤلاء الأشخاص أن الشرير سيدخل حياتهم أيضاً وسيدفعون الثمن لقاء ذلك، لأنهم أحبوا الشر، واللعنة أمر فظيع جداً. لا يجب أن نحب ذلك، لكن صلوا واسألوا الرب أن يملأ أذهانكم بالبركة. لنقرأ ما يقوله هنا، العدد 17: وأحب اللعنة فأتته، ولم يسر بالبركة فتباعدت عنه. إن هذا لأمر خطير جداً. لا تلعنوا أحداً، حتى أسوأ الأشخاص على وجه الأرض، ومن يستخدمهم إبليس بطريقة كاملة وبأبشع الأساليب لا يستحقون اللعنة أيضاً، بل هم بحاجة كي يتحرروا من الشر ومن الأرواح النجسة التي تستعبدهم. يجب أن يأتوا إلى الرب يسوع، أن يأتوا إلى بيت الله ليكونوا بركة حقيقية بين يدي الرب. إذا من الآن فصاعداً لا تحبوا اللعنات، هذا لن ينفعكم بشيء، لأنك إن أحببت اللعنة ستأتيك، لكن إن رفضتها فهنيئاً لك، ستنال البركة الوافرة باسم الرب يسوع. تكلمت في الفترة الماضية من المزمور الثاني العدد السابع، وهذا ما يقوله هنا: إني أخبر من جهة قضاء الرب، قال لي: أنت ابني، أنا اليوم ولدتك. نحن نعلم أن الرب يسوع هو الله، وقد ترك المجد السماوي ونزل إلى الأرض، فهذه المهمة قد أعطيت له من الآب السماوي، وتجسد من الروح القدس في رحم مريم العذراء المطوبة، وولد يسوع كإنسان مثلنا ما عدا الخطية. كان بيننا وشعر بالجوع والعطش، وابتسم وبكى وشعر بعواطفنا ذاتها، ومر بكل ما نمر به. لم يأتي إلى العالم كإله، بل إنسان. كان خاضعاً لمشيئة الآب السماوي، وعندما كان على صليب الجلجثة حيث حمل خطايا البشرية، حجب الآب وجهه عنه، فصرخ يسوع: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ حينها مات روحياً كما متنا نحن بآدم. وبالرغم من أنه لم يخطئ البتة، لكنه حمل خطايانا وآثامنا ونزل إلى أقسام الأرض السفلى بعد أن دفع الثمن عنا. ثم أقامه الآب من الأموات وأعلن قائلاً: أنت ابني، أنا اليوم ولدتك. فكاتب المزمور يعلن نبوءة عن الرب يسوع المسيح هنا، أخبر بأن الرب يسوع اعترف بهذا وأعلنه لنفسه وللجميع أنه ابن الله. فهذا درس رائع لك ولي. عندما تدرك شيئاً ما في الكتاب المقدس، يتوجب عليك فعل أمر ما. كما سألت أحد المرنمين سابقاً: ما الترنيمة التي تتكلم إلى قلبك حقاً؟ وما الرسالة التي تلمسك؟ ما الذي يلفت انتباهك؟ ما هو شعورك تجاه ما يظهره لك الله؟ إنها أمور عليك أن تعلنها، فافعل ذلك من الآن فصاعداً. لا يهم إن كنت مفلساً، فإن أعطيت إعلاناً عن التقدم والنجاح يجب أن تتمسك به. إن أعطيت وعداً عن القداسة وكنت غارقاً بالخطايا والأثام، عليك أن تتمسك بهذا الإعلان، احفظه في شفاهك واعترف به في قلبك، وحينئذ تبدأ الحقيقة بالعمل في حياتك. قرأنا في المزمور 109 العدد 17 عن الذي يحب اللعنة. من هو المجنون الذي يحب اللعنة؟ لا يمكن أن يكون أحد بهذه الحماقة، لكن للأسف كثيرون يحبونها. بعضهم يرغبون بإقامة علاقة مع شخص متزوج، أولئك يحبون اللعنات،
لأن الرب وضع البركة في هذا الزواج، فأصبح الاثنان جسداً واحداً، ولا يجب أن يدخل بينهم طرف ثالث البتة. وإن حدث هذا، فهذا لا شيء سوى حب للعنة. لقد قال الرب يسوع: إن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. فهؤلاء الذين يحبون اللعنة، وعندها هذه اللعنة ستأتي على حياته. هناك بعض الأشخاص ينزعجون من نجاح الآخرين، فبعضهم ينتظرون أن يروا مديرهم حزيناً مثلاً أو غارقاً في مشكلة ما، قلبهم يمتلئ بالحقد والحسد. هذا هو حب اللعنة تماماً. بالمقابل، بعض المدراء لا يريدون لموظفيهم أن يتقدموا، ينتظرون الفرصة ليمسكوا بهم متلبسين، يطردونهم ويتمتعون برؤيتهم يخسرون عملهم. هذا هو حب اللعنة أيضاً. الأشخاص الذين ينظرون لأحد ولا يحبونه يتمنون له التعاسة والعذاب، يكمنون له الكراهية، حتى أنهم يصلون كي يقع هذا الشخص في المعاناة والصعاب، كي يتحدثوا بالسوء عنه، فيقولوا مثلاً: لقد كنت أعرف أن هذا الشخص ليس جيداً، هذه المرأة أيضاً لا تنفع لشيء، وهكذا دواليك. هؤلاء الأشخاص يحبون اللعنة، لكنها ستأتيهم أيضاً، فهم يحتضنونها لأنهم يعلنون القضاء الخاطئ. إخوتي، إن ما يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضاً. فمن يزرع للروح يحصد حياة، ومن يزرع للجسد يحصد فسادا. لنقرأ ثانية المزمور 109 العدد 17: وأحب اللعنة فأتته. لقد أعلنوا القضاء الخاطئ. لنتوقف قليلا هنا. تحقق إن كان هذا القضاء الصحيح الذي تعلنه. افحص نفسك إن كنت قد أمضيت ساعات وأيام وأشهر وسنين تتمنى لشخص ما أن يصبح تعيساً لكي تشعر بالرضا، لكن لم يصبح تعيساً، وتستمر أنت بتمني ذلك وتصلي لله أن يعينك لتفعل هذا، لكنك تعلم أن الرب لا يفعل الشر، فأنت فعلياً تصلي للشيطان. وماذا ستكون النتيجة؟ تنطق بأحكام خاطئة، مما يأتي باللعنة على حياتك أنت. ترتديها كثوب تحيط بك من كل الاتجاهات، غمر ينادي غمراً، وكذلك الشيطان يأتي وينادي أتباعه: تعالوا فقد وجدنا مسكناً. أوه دكتور سويرز، أيمكن أن يكون هذا سبب فشلي في حياتي؟ هل هذا ما يعيق نجاحي؟ فكل ما فعلته في حياتي هو التعثر والسقوط. نعم، تقول الكلمة: سراج الجسد هو العين. فإن كانت عينك شريرة، فجسدك كله يكون مظلماً. عندها سندفع ثمناً باهظاً. فهناك بعض الأشخاص الذين يتعثرون ويسقطون دائماً، يؤذون أنفسهم. لكن لماذا يحدث هذا لي؟ لماذا لم أعرف الفرح في حياتي؟ لماذا لا تعمل قوة الله في؟ لأنك تعلن القضاء الخاطئ. فالإعلان الذي أعلنه يسوع كان: أنت ابني، أنا اليوم ولدتك. فلم يواجه الرب يسوع أي لعنة في حياته، بل نشر البركة في كل مكان. ماذا كان رداء يسوع؟ الأعمال الصالحة، رداء البر، والحماية الإلهية، روح الله القدوس. لكن بعضهم يعلنون القضاء الخاطئ. وأحب اللعنة فأتته. هذا قضاء لا يتغير، لأن الله من قضى بذلك. فالذين يحبون اللعنة ستكون حياتهم محاطة بالشر واللعنات، سيعانون منها طوال حياتهم. أولئك الذين يضمرون الشر لجيرانهم، يريدونهم أن يسقطوا في المشاكل، يتمنون لهم التعاسة والألم. هؤلاء لن يطولهم سوى اللعنة، وستصبح داخلهم. قضاء الرب لم يخب يوماً ما، وهو يحذرنا هنا: لا تضمر الشر والأذية لأحد. لا تحب اللعنة، لا تسمح لها أن تسكن في قلوبكم وأرواحكم، لأنكم إن سمحتم لهذا فسوف تحصدون الألم والمعاناة. لنقرأ ثانية: ولم يسر بالبركة فتباعدت عنه. إن لم تسر بالبركة ستبتعد عنك، ربما تكون قريبة جدا منك،
لكن أنت لا تفرح بالبركة لأنك تحب اللعنة فقط، فستأتيك. أحبائي، يجب أن تسروا بالبركة. يا رب، أريد أن أكون بركة. اجعل عيناي لا ترى سوى ما هو طاهر ونقي. لا تسمح لعقلي أن يفكر سوى بالأمور الصالحة. لا تسمح أن تخرج مذمة من شفتاي، كلمات مملحة ريح الأذن، كلمات للبنيان والتشجيع. يا رب، لا تسمح بأن أرى الأشياء النجسة ولا أن أفكر بأفكار ملوثة. إلهي، أريد أن أفكر بك وحدك يا رب وبكل ما هو طاهر. ليكن عقلي مخزنا للخير والطهارة. عيناي تشعان بالقداسة يا رب كي لا أرى سوى الخير، وهكذا يمتلئ جسدك بالنور. فاملأني يا إلهي بمجدك. أخي العزيز، القضاء الذي تعلنه وتخبر به هو الذي سيتحقق في حياتك إن كنت ترى ما هو طاهر. كما قال الرب لنا أن نبشر بالأنباء السارة فقط، عندها ستحيط بنا كالرداء، سننال البركة الوافرة. لكن أحياناً ننسى أن نبشر بالفرح، بل نخبر بكل ما هو سيء. عندها تصبح الأمور معقدة، وهذا ما لا يريده الرب في حياتنا. يريدنا أن نكون مباركين باسم الرب يسوع. ازرعوا الخير لأنه في الوقت المناسب ستحصدونه. كل فعل نقوم به، كل فكر، كل بر وصدق سنجده يوماً ما. تقول الكلمة، الله لا يشمخ عليه، فإن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضاً. فمن يزرع الموت يحصد الموت، ومن يزرع الحياة يحصد الحياة، ومن يزرع اللعنة يحصد اللعنة، ومن يزرع البركة يحصد البركة أيضاً. افحصوا نوع البذار التي تزرعونها كي تنالوا البركة باسم الرب يسوع. أود أن أصلي للرب من أجل شفاء الآلام في أي مكان في جسدك أو روحك. دكتور سوارز، أنا بحاجة للصلاة هذا اليوم، فأنا أعاني من ألم في هذه المنطقة من جسدي. أشعر بألم فظيع الآن. إن كنتم تشعرون بهذا وتطلبون الصلاة، قفوا الآن من فضلكم، سأصلي في هذه اللحظة. إن كنت تشعر بالألم في جسدك، الألم ليس في جسدي بل في روحي. أشعر بالحزن والضيق، توتر كبير، أعاني من الاكتئاب والإحباط، قفوا الآن إذن، سأصلي من أجلكم. إن كنت تشعر بالتعاسة في هذه اللحظة، انتبهوا لما أقوله لكم. إن كنت مسروراً بالبركة فقط، ستأتيك البركة. لم يقل الرب أنها بحاجة لشهر كي تصل إليك. سيأتي الرب حالاً ويلمس حياتكم ويطرح خارجاً كل شر بعيداً عن حياتكم. احنوا رؤوسكم واغمضوا عيونكم من فضلكم. أبانا، إن نقف الآن في محضرك القدوس لتنير قلوبنا، لتغذيها يا إلهنا. إني أستودع بين يديك الأمينة أولئك الأشخاص الذين هم بحاجة للبركة. أبانا، أصلي لمن لديه ألم جسدي الآن في أي مكان، من أعلى رؤوسهم حتى أسفل أقدامهم. كثيرون هم الذين يعانون يا رب. بعضهم يعانون من صداع الشقيقة يراودهم بين حين وآخر. اذكر الذين يعانون من آلام الظهر، الذين لديهم التهاب المفاصل أو الفصال العظمي والروماتيزم. يا رب، أي كان نوع الألم، إلهنا تعال بقوتك الآن، امنحهم الشفاء يا رب. الذين يعانون من آلام نفسية، أحدهم قد فعل شيئاً لأذيتهم وهم لا يدركون سبب معاناتهم. تعال يا إلهنا والمس حياتهم، باركهم، ارفع نفوسهم المنحنية. الذين يشعرون بالحزن والاستياء بسبب ما حدث معهم وما فعله الآخرون لهم، يا رب الحزن يسيطر على قلوبهم، وهذا أكثر من مجرد أحاسيس، فهو يملأ كيانهم بأكمله. يا رب، نعلن أن هذا سينتهي اليوم. نؤمن بك يا رب، نثق بقوتك. تعال والمس حياتهم يا رب، تعال وعزيهم وقويهم. إلى هنا الحبيب، تعال بالسعادة إلى قلوبهم، اغمر قلوبهم بفرح روحك القدوس. أنر طريقهم يا رب، أنهضهم في هذه اللحظة، حررهم بالكامل. إلهنا، إني أستخدم سلطانك الروحي الذي منحتني كخادم لكلمتك المقدسة، وأنتهر كل معاناتهم الآن باسم الرب يسوع. آمر كل الأرواح الشريرة
التي تعذب أجسادهم وتأتي بالألم إليهم. اذكر جميع الذين يصلون معي الآن. نتحد بالإيمان الآن لننتهر كل شر الآن، ليخرج الألم وكل المعاناة باسم الرب يسوع المسيح. وهذه الأرواح الشريرة فلتغادر الآن مع كل حزن وألم ومشكلة. المقيدون بالمشاعر السلبية، إني آمر كل روح حزن ويأس واكتئاب أن يغادر حياتهم الآن في هذه اللحظة باسم الرب يسوع المسيح. تعال يا روح الله واملأ قلوبهم، أدخلهم إلى محضرك يا إلهنا، حررهم من كل ضغط وأسى، ساعدهم يا رب ليختبروا محبتك، إلمسهم يا إلهنا. نقدم لك كل الشكر والكرامة والحمد باسم الرب يسوع المسيح. تعال يا روح الله واملأ قلوبهم الآن. إلهي أدخلهم إلى محضرك، حررهم يا رب من كل عبودية وألم، أعنهم يا إلهي ليعرفوا ويختبروا عظمة محبتك. إلهي إلمسهم كرامة لإسمك، لك وحدك كل الكرامة والمجد باسم الرب يسوع. نقدم لك الشكر يا إلهنا باسم الرب يسوع. آمين. دكتور سواريز، لقد شفيت الآن. كم شخص شفي من الألم الجسدي؟ ارفعوا أيديكم من فضلكم، لوحوا بها هكذا. لا يوجد وقت للاستماع للاختبارات، وهناك الكثير الآن. هذا رائع. كم شخص شفي من الألم النفسي؟ ارفعوا أيديكم هكذا. أشعر بأني إنسان جديد. مجدا للرب. إلهنا عظيم يا أخوة. ألا يستحق إلهنا التصفيق والحمد؟ اثبتوا بالرب يا أخوة. لننتقل إلى دراما الحياة الحقيقية. كنت أشعر بألم حاد جداً، وأصبح مع مرور الوقت أشد تعقيداً. لم أعد أتحمله. كان ألماً قوياً جداً. لم أكن أستطيع وضع قدمي على الأرض، فالألم كان بين أضلاعي والوركين، هكذا تقريباً. ثم أخذتها إلى المشفى، وعندما وصلنا طلب مني الطبيب توقيع بعض الأوراق ثم أدخلوها في الحال. وعندما دخلت المستشفى كنت أتقيأ كثيراً لأن الألم كان لا يحتمل. وبعدها تبين مع الطبيب أنه لدي مشكلة في الكليتين، وأنه عندي حصات متمركزة بين مجرى البول والمثانة، والكلى كانت تعمل لكنها تأثرت بسبب الحصى الموجودة في المثانة. قال لي الطبيب عليها البقاء في المشفى بسبب وجود حصى وأنها بحاجة لعمل جراحي. عندما توجهت إلى غرفة المستشفى، أخبرني الطبيب أنه سيجهز غرفة العمليات في الحال ليجري العملية في اليوم التالي. وكليتاي كانتا في ذلك الوقت متوسعتان جداً، وكان على الطبيب إزالة الحصى العالقة داخل مجرى البول والمثانة. صليت للرب كثيراً من أجلها. صليت للرب قبل أن أدخل إلى غرفة العمليات، وطلبوا من زوجي أن يمضي على بعض الأوراق، وكنت لوحدي. وقلت للرب إنني لا أعلم لماذا يحدث كل هذا معي، لكن بالتأكيد يوجد هدف من ذلك. وتكلمت مع الله ثم غفوت. وعندما وصلت إلى غرفة العمليات أدركت أنه لا يوجد ألم. ثم أتى طبيباً آخر. وبعدها قلت للطبيب أعتقد أنه علينا إجراء بعض الصور قبل القيام بالعملية، وأصريت كثيراً حتى قبل وقال سنجري بعض الفحوصات، واعتماداً على النتائج نقوم بالعملية اليوم وسنرى ماذا يحدث بعد ظهور التحاليل. وبعد أخذ الصور لاحظ الطبيب أنه لا يوجد حصى بعد. بعد أن كان هناك اثنتين، إحداها كبيرة والأخرى صغيرة. الصغيرة في المجرى البولي لكن لم تكن هناك، وبدأت الكلى بالعمل بشكل طبيعي مجدداً. تبين أنه لا يوجد شيء بعد، والحصى التي كانت تسبب الألم قد اختفت. وفي صباح اليوم التالي أذنوا لي بالخروج من المستشفى، وقال الطبيب أنه لا يوجد شيء بعد الآن، الحصى التي سببت المشكلة قد زالت، لكن الحصوة الكبيرة ما زالت هناك، ومن المحتمل أن تسبب ضرراً كبيراً فيما بعد. ومن ثم أعطونا مهلة حوالي 20 يوماً لنقوم بفحوصات ونتأكد من قيام الكلى بعملها بشكل طبيعي. لقد صليت للرب وكنت مؤمنة أنه إن صنع معي معجزة في المرة الأولى سيفعلها مجدداً، وثابرت على الصلاة والتضرع له. وكان من المفترض أن أقوم بالفحوصات يوم الخميس أو الجمعة، ويوم الأربعاء خرجت من عملي وذهبت إلى الكنيسة، ولمستني كل كلمة قالها القس. وأكثر ما دخل في قلبي عندما قال الرب يسوع ها أنا ذا أشفيك. وعندما سمعت هذه الكلمة تمسكت بها وازداد إيماني بكلمته، وهذا كان كافياً بالنسبة لي.
وحان وقت إجراء الفحوصات مجدداً. كان لدي إيمان طوال الوقت، ثم أجرى الطبيب الفحوصات اللازمة للكلية اليسرى وكانت طبيعية، ثم قال إن الكلية تعمل بشكل طبيعي، وبعدها فحص الكلية اليمنى وسألته عن الوضع عندما انتهى فقال لا يوجد أي مشكلة في الكليتين، فالحصى الكبيرة قد زالت ونتائج الفحوصات طبيعية. فغادرت المكان وأنا أبكي وناديت زوجي وقلت له ألم أقل لك أن الرب سيشفيني، لقد شفاني. كنت سعيدا جدا. اليوم أنا بخير، أشكر الرب ولدي حياة طبيعية. إنه اختبار من الرب يؤكد أنه يمكنني أن أثق بالرب في أي وقت ومهما كانت حالتي. مجدا للرب، هذا رائع. عندما يملأنا الرب بالبركة أحبائي، افرحوا وتلذذوا بذلك جدا في أي لحظة من حياتكم، حتى لو كنت في وضع سيء. احذر أن تعثر الآخرين، لا تفعل ذلك أبدا، لأن ذلك الشخص الذي تسببت بأذيته قد يلجأ إلى الرب ويطلب الحماية منه، وثم ينبغي عليك تسوية الأمور لتتصالح مجددا مع الرب. فارفض اللعنة في حياتك، بل كن مسرورا بالبركة. لننتقل معا إلى فقرة السؤال والجواب. دكتور سوارز، ماذا علي أن أفعل كي لا أحزن قلب الله؟ كل ما عليك فعله هو ما تشعرين به تجاه كلمة الرب وكل ما يرشدك إليه، كما قال ربنا يسوع أن تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك، هذا أولاً، ومن ثم تحب قريبك كنفسك. هكذا تتممين وصايا الله ويباركك الرب بكثرة. دعونا نقف الآن لنختم خدمتنا بالصلاة لنعلن قضاء الرب. احنوا رؤوسكم وأغمضوا أعينكم أحبائي من فضلكم. أبانا، كم هو رائع أن نسلك معك ونسر بالبركة، أن ننظر لكل من أساء إلينا ونحبه، أن لا نقاوم الشر بل أن نفعل الخير حتى للعدو، أن نتمنى النجاح للجميع. إلهي، كم هو حسن فعل هذا، فيأتي بالبركة على حياتنا ولن تأتي أي لعنة. والآن إني أصلي من أجل هؤلاء الأشخاص الذين أحبوا اللعنة عن غير قصد، فأتتهم كالسيدة التي قالت اختبارها منذ فترة حيث ذكر الأطباء أنه لا أمل من شفائها. يا إلهي، أنت صاحب السلطان والقدرة وأنت طبيب الأطباء ذات القضاء الذي أعلنته لتلك السيدة. إلهي، رد لها الصحة والعافية يا رب، حررها من كل ألم ومرض. أشكرك إلهي لأنك إله القوات والمعجزات. أبانا، بعضهم يمتلكون الحصى في الكلى، يشعرون بألم من جراء ذلك، آخرون يتألمون بالقرب من الخاصرة وفي الظهر وخزات من الألم. يا رب، إنهم بحاجة ليمينك، لمعونتك. إني أتحد بالإيمان الآن معكم لنطلب الشفاء والبركة، التغيير والتحرير. أبانا الحبيب، تعال بقوتك العظيمة الآن، ردد يمين قدرتك يا رب، واصنع المعجزات والقوات، حرر واشفي يا إلهي. أحبائي، إن الرب يعمل في حياتكم الآن، آمنوا فقط. لنتحد جميعا بالإيمان لنكسر قوى الشر ونأمرها أن تغادر الآن بقوة وباسم ربنا يسوع. كل الحصى تزول من الكلى الآن، وليختفي كل ألم من الحنجرة ومن أي مكان في الجسد، فليخرج باسم الرب يسوع. آمين.